الزيتون المخلل. عندنا النهارده 2 كيلو من الزيتون، تقدري تجيبيه تفاحي، تقدري تجيبيه اي نوع انت عايزاه، مفيش مشكله خالص. عزيزي، عجيزي، زي ما الناس تحب تسميه يعني، وفي انواع تانية كتير جدا، فاي نوع هيمشي كويس جدا مع الوصفه. يبقى عندنا 2 كيلو زيتون، نص كيلو من الجزر مبشور، نص كيلو من الليمون متقطع ترانشات، ونص كيلو من الفلفل الحامي متقطع شرايح، حزمتين من الكرفس المفروم، معلقتين كبار من الفلفل المفروم، قشر الليمون اللي احنا عصرناه هنخليه معانا، نص كوباية زيت، معلقتين كبار من السكر، ومعلقة صغيرة من الكركم، ومعلقتين صغيرين من حبة البركة، ومعلقتين صغيرين من الكزبرة الناشفة المطحونة. ده الحاجة اللي هنحطها مع الزيتون. أما المحلول الملحي هيكون عبارة عن 2 لتر مية مغلية ومتبردة، كوباية من الملح، وعندنا كوباية عصير ليمون. تمام كده؟ يبقى احنا عرفنا ان اللتر المية بياخد نص كوباية من الملح، عشان لو عوزنا ان احنا نزود مية تانية او محلول ملحي تاني، يبقى اللتر المية اللي هم 4 كوبايات بياخدوا نص كوباية ملح. وتعالوا بينا بقى نعمل الخلطة. الخلطة دي بقى طعمها حلو قوي قوي مع الزيتون، بتخلي طعمه حلو، هي نفسها بيبقى طعمها حلو جدا لما بتجيب بقى بالمعلقة كده وتحطي في الطبق كله بيتاكل، سواء الجزر او الكرفس او شرايح الليمون والفلفل، كل ده بيبقى طعمه حلو جدا. بس قبل ما ابدأ بقى في حاجة هنقولها دلوقتي، انا جايبة التفاح وبدأت اعمل فيه شقوق بالسكينة. طيب ممكن بدل شقوق السكينة ان انا اجيب مدق البفتيك واخبط خبطه على الزيتونه بحيث ان هي تفتح مننا، ولما تفتح هيدخل لها كل الطعم والسوائل اللي هتتخلي فيها، فتخلي طعمها احلى وتستوي اسرع. تمام؟ يبقى عندنا طريقتين، يا يعني نفتح بالسكينه فتحتين ثلاثه، يا اما ندق بمدق البفتيك دقه واحده كده بحيث ان هي تعمل فتحه فيها. طيب في ناس بتحب تنقع الزيتون، مفيش مشكله، عندك يعني خيارين، يا اما تنقعيه 3 أيام وتبدلي له الميه يوميا مش اقل من مرتين ثلاثه عشان ما يبوظش، لانه لو سبتي فيه الميه فتره طويله هيبوظ وريحته هتغير. يبقى لو حابه انك انت تنقعيه هتنقعيه 3 أيام، وفي ال3 أيام دول كل يوم تغيري عليه الميه، ميه عاديه خالص من الحنفيه، 3 مرات في اليوم. طيب فايدتها ايه الحكايه دي؟ فايدتها ان هي بتنزل لي مراره الزيتون وبتخليه يستوي اسرع وما بقاش فيه طعم مراره خالص، ده انا لو هاكله على طول. اما انا لو عايزاه احتفظ بيه فتره وعايزه احتفظ بطعمه القوي، فانا مش هنقعه خالص، لان الزيتون بالذات بقى فيه زيوت كتيره جواه، فحرام ان انا انقعه في ميه وتطلع وتروح على الفاضي. تمام؟ يبقى في خيارين ليكي فيهم مطلق الحريه، يا تنقعي 3 أيام تغيري في اليوم 3 مرات الميه، يا اما من غير نقع خالص، وده اللي انا هعمله دلوقتي، وده اللي انا بعمله في بيتي من غير نقع خالص، وبناكله بعد شهر بيبقى زي الفل. يلا بينا بقى. خلاص احنا ظبطنا الزيتون غسلينه، وزي ما قلنا عملنا فيه شقوق كده، هنبدا نعمل الحشوه او الخلطه اللي هيتحط فيها. ده نص كيلو من الجزر المبشور، هحط كمان نص كيلو من الفلفل، حطينا الجزر المبشور، حطينا الفلفل المتقطع، حطينا ترانشات الليمون، حطينا كمان معلقتين من الفلفل الاحمر المفروم، وحطينا الكرفس. وفي ناس بتسالني هو الكرفس ضروري؟ بصي هو بيدي طعم هايل جدا، بس لو انت مش حباه مفيش مشكله، او مش متوفر برده مفيش مشكله، بس هو طعمه بيبقى هايل جدا جدا. خلاص حطينا كل المكونات دي مع بعض، تعالوا نحط كمان الكزبره، ونحط حبه البركه، ونقلب كويس. الخلطة الجميلة دي وريحتها الحلوة، والكزبرة الناشفة كمان من الحاجات اللي ليها ريحة مميزة وحلوة، بتدي برضو طعم لذيذ جدا. خلاص كده دي الخلطة، عايزة اقول لكم بقى طعمها فعلا هايل جدا مع الزيتون، كله بيتاكل مفيش حاجة متاكلش، وطعمها حلو قوي. يلا بعد ما قلبنا المكونات مع بعضها نعمل المحلول الملحي. انا حطيت على 2 لتر ميه كنت غلياها ومبرداها، حطيت عليهم كوبايه من الملح، واحط كمان السكر. اهم حاجه قبل ما نضيف عصير الليمون ندوب الملح والسكر علشان يدوبوا كويس. السكر على فكره بيخلي المخلل مقرمش. احنا نظبط ايه؟ عايزين قولوا لي ايه تاني. اوكي تمام كده، اي خدمه. تمام كده، يبقى احنا حطينا الميه
المغلية ومتبردة، وحطينا كوباية من الملح، دول لترين مية يعني كل لتر بياخد نص كوباية ملح، وحطينا كمان السكر وادي عصير الليمون، كوباية بقى من عصير الليمون. تمام كده زي الفل. هدوب معاهم بقى الكركم. طيب فايدة الكركم هنا ايه؟ بيخلي لون الزيتونة مصفر كده وذهبي ولونها حلو قوي. طبعا الكركم له فوائد كتير جدا، مش مجرد ان احنا بنضيف حاجة تعمل لونه بس. يبقى كده المحلول الملحي عندنا جاهز، هايل جدا. نجيب بقى البرطمان بتاعنا، طبقة من الزيتون اللي احنا مشققينه، وقلنا ليكي مطلق الحرية انك انت يا تنقعيه 3 ايام لو عايزاه ما فيهوش مرارة وتكليب سرعة، يا اما لو مش مستعجلة عليه قوي تقدري انك انت تخليه على طول في ساعتها كده، وبيبقى حلو قوي وطعمه جميل جدا. ونحط شوية بقى من الخلطة الحلوة قوي دي اللي عايزة اقول لكم ريحتها وهي نية كده في منتهى الجمال. يلا وشوية من الزيتون، وقلنا انك انت برضو اي نوع زيتون انت حباه عايزه تعمليه هيتعمل بنفس الطريقه، مفيش مشكله خالص. لو حابه بقى انك انت تعملي الزيتون وتسيبيه بقى فتره كبيره قوي، مش لازم تشققيه على فكره خالص، التشقيقه دي علشان يعجل من تسويته، فانت لو هتركنيه فتره طويله حطيه بحاله مش هيجرى له اي حاجه وهيبقى جميل جدا. دي الزيتون، يبقى بنحط طبقات ما بين الخلطه اللي احنا عاملينها والزيتون، كل طبقه زيتون نحط طبقه خلطه بالشكل ده. تمام، ونكبس بقى كويس قوي، اهم حاجه الكبسه دي علشان ما يبقاش فيه اي هواء. حلو قوي كده، وناخد شويه من الخلطه. ويلا بينا بقى نحط المحلول الملحي. قلنا المحلول الملحي كان عباره عن 2 لتر من الميه، او اعملي لتر بلتر لو انت مش حابه انك انت تعملي كتير خايفه ما ياخدوش كله. لتر الميه مغليه ومتبرده بياخد نص كوبايه من الليمون، عصير الليمون، نص كوبايه من الملح، ومعلقه من السكر. وقلنا فايدة الكركم ان هو بيدي لون حلو قوي، غير انه طبعا له فوائد كتير جدا. دوبنا الملح الاول قبل ما نضيف عصير الليمون، دوبنا الملح والسكر وبعدين ضفنا عصير الليمون بعد كده. تعالوا بينا بقى نحط على الوش الليمون اللي احنا عصرناه واخدنا العصير بتاعه، بحيث ان انا زي ما قلنا نحجز الهواء عن الزيتون والخلطه بتاعتنا، لو حاجه فسدت فهتبقى هي قشر الليمون اللي محطوط على الوش ده، فمش هنبقى خسرنا حاجه. والوش لازم لازم نغطيه بطبقة من الزيت علشان برضو يحجب اي هواء انه يدخل برطمان الزيتون. نشيل بقى الكلام ده كله. احنا قلنا عندنا نص كوباية من الزيت هضيفها كده على الوش، مهم ان احنا نعمل طبقة عازلة من الزيت تقفل لي البرطمان خالص. تمام كده، كده اطمن ان الزيتون مش هيوصل له اي هواء وهيفضل معانا زي الفل. اهم حاجه كبسينه كويس، تاكدنا ان المحلول الملحي وصل له كله، زي ما انتم شايفين شكله جميل قد ايه.
عايزه اقول لكم بقى طعمه هايل جدا جدا. تسلموا يا رب. فهنسيبه بقى قد ايه؟ الزيتون هيقعد من شهر، يعني هو شهر مش اقل من شهر، ما تفتحيهوش قبل شهر خاصه لو انت مش نقعاه. اما لو انت نقعاه ومفتحاه بالشكل ده فهياخد منك اسبوعين وتبداي تاكلي منه. تمام كده. اهم حاجه برضو لما ناخد من المخلل ناخد منه معلقه نظيفه وناشفه علشان وما نحطش ايدينا خالص فيه، علشان يفضل معانا لاطول فتره ممكنه وهو سليم ومظبوط. يفضل بقى وانا بحفظ الزيتون او الليمون اي برطمان مخلل اكون حاطاه في طبق تحتيه، لانه مع الوقت بتلاقيه عمال يفور وبيطلع كده غازات منه. طبعا ده عشان التفاعل الكيميائي اللي بيحصل جوه، فهتلاقي فيه ميه بتخرج منه والزيت والكلام ده كله، فبلاش نحطه على طول كده لانه هيبهدل تحتيه. فنحطه في يعني طبق يكون غويط شويه ونسيبه فيه، بحيث ان لو نزل اي سوائل منه يبقى الدنيا عندنا نظيفه ومحافظين على المكان عندنا. تمام كده، نطلعه بقى لقدام.